The materials are both hot rolled steel, يعني الـ E ب 207 جيجا باسكال. بيقول find the maximum and minimum values of radial interference and the corresponding interference pressure. Use collar diameter of 80 millimeter الخارجي. يبقى عايز الدلتا ماكسيموم اللي هي دي ماكس، هنا ماكس ببدأ بماكس ناقص المين دايما العكس على 2، والدلتا مينيموم دي من ناقص دي ماكس على 2. هنجيب القيم دي من الجدول اللي هو مديهوني. الدي ماكس 40.059، الدي من 40، الدي من 40.043، والدي ماكس 40.025. معنى كده ناخد ده ونقسمه على 2.0295، وهنا هيبقى الفرق 18، يعني 0.009 مليمتر. محتاجين نحسب البي ماكس اللي هو هيكون بي في الدلتا ماكس على 2R³ R² ناقص R² و R² ناقص RI² على R² ناقص RI² يساوي 207.9. الدلتا ماكس هنا 0.0025، يبقى 0.0295 في 10 سالب 3. 2 الار نص الـ40 ده هو النومينال فيهم كلهم، يبقى 20 في 10 سالب 3 كل 3. هنا ار او نص الـ80، 40 تربيع ناقص 20 تربيع، عشرين تربيع ناقص صفر لان مفيش انر دايمتر في الانر شافت، على 40 تربيع ناقص صفر. كل ده في 10 فوق، هنا 10 سالب 6 و10 سالب 6 يبقى سالب 12، وهنا 10 سالب 6 يساوي 207.9 في 0.0295 10 سالب 3. طيب ضرب 40 تربيع ناقص 20 تربيع ضرب 20 تربيع وتحت 40 تربيع، كل الكلام ده أضربه في 10، هو هنا 10 سالب 6. خلينا نقسم الأول، طب يلا أول واحد 10 سالب 6، وبعدين نقسم على 2 وعلى 0.02 تكعيب، يديني 114.5 ميجا باسكال. يبقى الـ P minimum اللي هيفرق معايا بس الرو الدلتا، يعني هيبقى minimum، يبقى هضرب في النسبة وتناسب 0.009 تقسيم 0.0295، يعني يساوي 34.9 ميجا باسكال.